السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. لعلك تعرف أداة سيديا امباكتور، هذه الأداة اللي تقوم بعمل ريستور لهاتفك iOS سواء كان آيفون أو آيباد أو آيبود بدون حاجة إلى حاسوب أو كيبل USB أو أي من هذا، يعني تقوم بعمل ريستور من خلال هذا، فقط كأنك قمت باختيار خيار مسح جميع الإعدادات والمحتويات من خلال الإعدادات، ولكن هذه الطريقة لا تتماشى معك بحال كان لديك جيلبريك. الكثير من المستخدمين بحثوا عن هذه الأداة في سيديا في iOS 9 ولم يجدوها، بل وجدوها ولكنها يعني غير متوفرة عمل. كانت واجهتك مشكلة في iOS 9 وتحتاج إلى عمل ريستور وإعادة الجيلبريك يعني تتمكن من حل هذه المشكلة، لن تستطيع ذلك، يعني ستحدث إلى الإصدار الذي يليه، لأن الآيتونز يمنعك من عمل ريستور باستخدام نفس الملف أو نفس الإصدار، وبالتالي ستحدث إلى الإصدار 9.1 أو 9.2 إذا أصدر وستفقد الجيلبريك. وبالتالي سأريكم في هذه الحلقة طريقة تنزيل الأداة التي غير متوافقة سيدي امباكتور، تستطيع تنزيلها على iOS 9 وعمل ريستور من خلالها وإعادة الجيلبريك وحل جميع مشاكلك في السيديا دون التحديث إلى 9.1 وفقدان الجيلبريك، بل ستقوم بعمل ريستور لنفس الإصدار وإعادة الجيلبريك مرة أخرى بكل سهولة، ويبقى 9.1 بعيدا كثيرا حتى يظهر له الجيلبريك، وبالتالي سنحدث إليه وقوم بعمل جيلبريك له بكل سهولة. طبعا لا تتعد كثيرا، وابقى معي نمر إلى الشرح مباشرة. إذا المشاهدين الكريم، في البداية ستدخل إلى السيديا، بعد ذلك إلى قائمة السورسز أو السورسات. الآن ستضيف هذا السورس الذي تراه أمامك، وسوف تجده أيضا أسفل الفيديو في الديسكريبشن. بعد ذلك وبعد إضافة هذا السورس ستقوم بالضغط عليه والدخول إليه، ستجد هذه الخيارات، ستختار الخيار الأول، ستجد الأداة سيديا امباكتور فقط هي المحملة على هذا السورس. ضغط على delete all data and jailbreak device. بعد الضغط على هذه الخيار باللون الأحمر أو هذه الجملة، سيتم عمل restore لجهازك بكل سهولة وإزالة jailbreak ويبقى هاتفك كأنه جديد. أنصحك بأخذ نسخة احتياطية من خلال الآيتونز قبل القيام بهذه العملية لتستعيد يعني صورك وبيانات هاتفك، وبعد ذلك يمكنك إعادة عمل jailbreak بكل سهولة. أريد أن أنوه أيضا على أنه أن يجب أن يكون هاتفك متصل بالواي فاي، كذلك شحن الهاتف أن يكون فوق 50% أو يفضل أن يكون متصل بالشاحن أتمنى تكون هذه الطريقة وهذه الحلقة وهذه الأداة الرائعة التي تمكنكم من حل جميع مشاكلك في السيديا قد نالت إعجابكم. رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي من نقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب أو اشتراك. زر اشتراك يظهر الآن أسفل الفيديو عليه، يمكن أن قم بالنقر عليه في حال كانت هذه أول حلقة لك لحلقات مدونة العالم الافتراضي. كذلك أريد أن أعلمكم بأنه سيكون هنالك بث مباشر يومي للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم التقنية، لأنني بصراحة وصلت إلى مرحلة أستطيع الإجابة على كل الاستفسارات في الفيسبوك والمدونة والقناة وكذلك في تويتر، وبالتالي سيكون هناك بث مباشر وقت مخصص كل يوم يعني أو أيام محددة من الأسبوع الإجابة على أسئلتكم بالصوت والصورة، يعني أفضل بكثير من الإجابة بالكتابة حتى تفهمون يعني الحل جيدا، وأخذ راحتي في الكلام يعني أفسر لك بتفصيل يعني الممل إذا صح التعبير يعني وأجيبك على استفساراتك وأسئلتك. إن شاء الله سيكون هناك فيديو أعلمكم فيه عن البث أو وقت البث يعني وكذلك الأيام في الأسبوع حتى تأتون وتشاهدونه في اليوم والوقت المحدد. لا تنس كذلك الإعجاب بصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك ومتابعتي على تويتر. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك ومن حين دمتم في أمان الله.